إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ محمد وأشكر له قبوله دعوة البرنامج وتفضله بالإجابة على أسئلتنا. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم. صاحب الفضيلة، في الحقيقة أن لهذا البرنامج الذي يستضيف نخبة من علمائنا له خطة ومنهج معين. نستمع في بداية هذا اللقاء إلى شيء من التعريف المقتضب الذي تتفضلنا به على الإخوة من المستمعين والمستمعات عن مولدكم ونشأتكم حفظكم الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت ولادتي في مدينة عنيزة في ليلة 27 من شهر رمضان عام 47 و300 ألف. نعم فضلت الشيخ، كانت مراحل التعليم والتلقي الأولى أين كانت؟ كانت أيضا في عنيزة، لأنها وكانت على طريقة المعلمين السابقين، فحفظت القرآن على جدي من قبل الأم نظرا، ثم تعلمت في مدرسة أخرى الكتابة وشيئا من الحساب والأدب، ثم انتقلت إلى مدرسة ثالثة لحفظ القرآن عن ظهر قلب، وتم ذلك والحمد لله. ثم شرعت في طلب العلم على أحد تلاميذ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، فإنه رحمه الله جعل من طلبته رجلين كريمين يعلمان الصغار، أحدهما الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله. وكنت من نصيب الذين يقرؤون على الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، فدرسنا عليه في العقيدة في مختصر لشيخنا عبد الرحمن السعدي للعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك في الأجرمية في النحو، وكذلك في منهج السالكين في الفقه ألفه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ثم لما كبرنا بدأنا القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي في قطر الندى، وبل الصدى في النحو لابن هشام، وفي الزار في زاد المستقنع في اختصار المقنع، وفي العقيدة الوسطية، وفي المنتقى في الحديث، وكتب أخرى. ولما فتحت المعاهد العلمية، فتح المعهد في الرياض، أشار علي بعض الناس أن أدرس في المعهد العلمي في الرياض، فاستشرت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي فأشار علي،
وكان ذلك في عام 72 من الهجرة بعد 300,000. وهناك التقيت أيضا، بل هناك طلبت العلم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قرأت عليه في مقدمة تفسير شيخ الإسلام بن تيمية، وقرأت عليه من صحيح البخاري، وقرأت عليه بعض الرسائل، ثم تخرجت من المعهد العلمي ودخلت في كلية الشريعة القسم الخاص، وتحولت في سنة 74 إلى معهد عنيزة للتدريس فيه، وصرت منتسبا إلى كلية الشريعة في الرياض، وبقيت مدة في معهد العلمي في عنيزة، ثم فتح فرع الجامعة جامعة الإمام في القصيم، فانتقلت للتدريس فيه، وما زلت على هذا إلى اليوم. أما بالنسبة لإمامة الجامع فإنه لما توفي شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في عام 76 و300,000، طلب مني القاضي في ذلك الوقت وهو شيخنا محمد بن عبد العزيز المطوع وأمير البلد خالد بن عبد العزيز آل سليم، أن أكون خلفا عن شيخنا في إمامة الجامع وفي التدريس في المكتبة التي كان شيخنا يدرس فيها. فوافقت على ذلك لما أرجوه من الله سبحانه وتعالى من النفع. وما زلت على هذا العمل إلى يومي هذا. أحسنتم فضيلة الشيخ. فضيلة شيخنا، تفضلتم قبل قليل بالإشارة إلى تلمذيكم وطلبكم العلم على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد عليه رحمة الله. والشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله كان له منهج متميز في تدريسه لأبنائه وطلابه، فكان مدرسة لوحده. فضيلة الشيخ، هل لكم أن تبرزوا لنا أبرز ما تميز به الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهجه، في تدريسه، في تعامله مع طلابه وأبنائه، حتى في حياته مع الناس وتعامله معهم؟ نعم، المنهج الذي كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يسلكه في التدريس ليس له نظير في وقته، إذ كان عادة الناس فيما سبق أن الطالب يقرأ الكتاب ثم يعلق عليه الشيخ بما شاء الله. أما شيخنا فإنه كان يشرح الكتاب شرحا وافيا، ويربط المسائل بعضها ببعض حتى يفهم منه الطلاب كثيرا، وكان يلقي أحيانا على الطلبة ألغازا يشحذ بها أذهانهم، وأحيانا يلقي على الطلبة أسئلة مكتوبة بيده ويعطيهم إياها ويمهلهم يومين أو ثلاثة حسب ما يرى في الجواب على هذا السؤال. وكانت طريقته قبل أن التحق به أحسن بكثير، لأن الناس كانوا كثيرين عنده وعندهم نشاط. واطلعت على كتاب مخطوط جعل رحمه الله طلبته قسمين في المسائل الخلافية، فمثلا إذا جاءت مسألة خلافية يكون فيها رأي شيخ الإسلام بن تيمية والمشهور من المذهب الحنبلي، قسمهم قسمين وقال لقسم انتصروا للمذهب واذكروا ما تستطيعون من الأدلة والتعليلات،
وقال للآخرين انتصروا لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية واذكروا ما يقوي قوله من الأدلة والتعليلات. وكان هذا الكتاب جيدا، ولكني لا أدري أين ذهب الآن. كتاب كتبه الشيخ فضل. لا الطلاب يكتبونه. هم كل واحد يكتب ما عنده، لأنهم كأنهما يتناظران. ومسلكه مع تلاميذه مسلك الأب المربي لهم بمقاله وفعاله رحمه الله. وكان كثيرا ما يلقي في نفس الدرس شيئا يروح به عن النفس، وربما تبسم وكان رحمه الله في منهجه مع عامة الناس مضرب المثل في التواضع والخلق والسرية التامة فيما يبذله من الصدقات على الفقراء. وكان الناس في ذلك الوقت أشد حاجة من اليوم، فكان يذهب إلى الرجل ذي العائلة الكبيرة الذي يتستر بعفافه، يذهب إليه في وقت يقل فيه المشي في الأسواق مثل بعد صلاة الفجر، ويدق عليه الباب ويعطيه ما عنده، ربما لا يدري من هو. وله منهج فذ رحمه الله. نحمد الله سبحانه وتعالى أننا ننتفع به إلى الآن. كما أن لشيخنا الثاني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله منهج ننتفع به حتى الآن. أحسنتم فضيلة شيخنا. الحقيقة قبل أن نتجاوز دروس فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، هل لكم أن تبرزوا لنا أو تذكروا لنا أكثر الأسماء بروزا في تلك الحلقات التي كان يدرس فيها الشيخ؟ وإن كنا الحقيقة استضفنا عددا من الأسماء كالشيخ عبد الله بن عقيل، الشيخ عبد الله البسام الذين ذكروا لنا بعض الأسماء، لكن بحكم أنكم من أبرز وأقرب الناس إليه فضيلة الشيخ. أقول بارك الله فيك، البارز من طلابه سيكون بارزا معلوما عند الناس، والمعلوم إذا وضح ازداد خفاء. أحسنتم متابعكم الله. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله تيسير الكريم الرحمن من أبرز الكتب، بل التفاسير التي لقيت قبولا عظيما لدى الناس وبين طلبة العلم والعلماء حتى. ما أبرز خصائص هذا التفسير فضل الشيخ محمد، ولماذا أو ما ترون الأسباب التي أدت إلى هذا القبول الذي حظي به؟ يا أخي، مسألة القبول هذه من الله عز وجل ذو الجلال. كم من أناس ألفوا ونمقوا وحسنوا تفاسيرهم وملؤوها بالعلوم ولكنها على الرفوف، وكم من أناس دون هذا بكثير ومؤلفاتهم في جيوب الناس وقلوبهم، وهذا من الله عز وجل، ولا سبيل لأحد في إدراكه إلا من الله عز وجل. أما ما يمتاز به التفسير، فالتفسير تفسير وافي، تفسير سهل الأسلوب، ينتفع به طالب العلم والعامي والعالم. وأبرز ما فيه الاستنباطات من بعض الآيات الكريمة، حتى إنه لا يستنبط من الآية الواحدة فوائد كثيرة، وهذا لا شك أنه يربي طلبة العلم على الاستحضار
والاستنباط، ولا يخفى أن الإنسان إذا وهب موهبة الاستنباط والتعمق في الاستدلال فإنه يحصل على علم كثير. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل كتب لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا خصكم به، وكان في ذلك الوقت يشير بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعلي بالخلافة، فقال علي رضي الله عنه إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه من شاء. وما في هذه الصحيفة؟ قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل المسلم بكافر. فتفسير الشيخ رحمه الله أعني به شيخنا عبد الرحمن النسعدي يمتاز بهذه الميزة، وهي استنباط الفوائد الكثيرة من الآية التي لا تكاد تجد أحد من المفسرين استنبط منها مثل ما استنبط الشيخ رحمه الله. وإن كان هذا قد يوجد في تفسير القرطبي رحمه الله لكنه ليس على طريقة شيخنا. أحسنتم فضيلة الشيخ. ننتقل إلى جانب آخر وهي دروسكم العامرة والموفقة والمسددة بحمد الله التي تلقونها في المسجد. كيف يتم اختيار هذه الدروس والعلوم فضيلة الشيخ؟ وما هي أبرز العلوم التي تدرسونها في المسجد؟ هذه الدروس قديمة في الواقع، لأن دروسنا بعد المغرب مجزأة، فمنها التفسير نتكلم على الآيات ونذكر ما يفتح الله به علينا من فوائدها، وليست في كتاب تفسير معين. ومنها الحديث في بلوغ المرام، ومنها الفقه في زياد المستقنع، ومنها قراءة البخاري ومسلم تلاوة من التلاميذ ونعلق على ما يحتاج التعليق عليه، يعني ليس كشرحنا لبلوغ المرام مثلا. ومنها أن نطرح كتابا آخر يختاره الطلاب، لأن هذه الدروس التي عجنتها لك هذه قاعدة مستمرة، وما بين الأذان والإقامة هو الذي يكون موكولا إلى اختيار الطلاب. وقد انتهينا قريبا من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وربما نقرأ في رسائل صغيرة. أما الذي يكون في الإجازة الصيفية فيختلف عن هذا بعض الشيء، لأن له دراسة مستقلة، فعلنا ذلك لئلا يفوت الإخوان الذين يأتون من غير من خارج البلد، لئلا يفوتهم لو جعلنا القراءتين سواء يفوتهم بعض الشيء. فجعلنا دراسة في أيام الإجازة خاصة، ودراسة ما بعد المغرب خاصة. أحسنتم وأثابكم الله فضلت الشيخ. الحقيقة ظهر والله الحمد في الآونة الأخيرة العديد من المؤلفات النافعة والمفيدة جدا لفضيلتكم، والتي يأتي منها وعلى رأسها الشرح الممتع وشرح كتاب التوحيد. هل هذه الكتب نواة لإخراج عدد من الكتب والشروح على بعض المتون سواء الفقهية أو العقدية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها؟ هذه بارك الله فيك هي في الواقع ليست من مؤلفاتي التحريرية، لكن بعض الإخوان المحبين لنشر العلم نقلوها من الأشرطة ثم رتبوها وخرجت للناس والحمد لله،
وإلا فالكتب التي حررتها بيدي كمؤلفات قليلة وليست كبيرة أيضا، مثل الأصول من المصول، تسهيل الفرائض، تقريب التدمرية، تلخيص الحموية، هذه محررة باليد، ولذلك تجد أن الإنسان مطمئن لها. أما ما ينقل من الأشرطة فإن الإخوة ربما يحذفون أشياء مهمة نظرا إلى أنهم يظنونها قليلة الفائدة. ولهذا رأيت أن أراجع الشرح الممتع حتى نلحق ما يحتاج إلى إلحاق، ونحذف ما لا يحتاج إليه. وكل إنسان يعرف الفرق بين مؤلف محرر وبين منقول من الأشرطة. لكن هل في النية، أو هل هناك كتب تحررونها الآن يا شيخ تعكفون عليها؟ لا الآن لا، لأن أشغالنا الآن كثرت جدا ولا يمكن أن نتفرغ لهذا. وعسى الله أن يعين على تتبع ما قد نشر وكتب. لكن القول المفيد في شرح التوحيد وكذلك شرح العقيدة الوسطية قد راجعناه والحمد لله وحررناه ولا يحتاج إلى إعادة. لكن فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن يكون برنامجكم في إذاعة القرآن الكريم والذي هو من أحكام القرآن نواة لإعداد أو إخراج تفسير كامل إن شاء الله تعالى للقرآن؟ لا، في التفسير غير هذا، في التفسير الذي ذكرت لك أنه يقرأ في الدرس. الآن الإخوة يفرغونه ويقرأونه علي بعد التفريغ، وإن شاء الله من النية أن يطبع إن شاء الله. أما الفوائد والأحكام من القرآن فأظن الأخ عبد الكريم المقرن أخرج منها شيئا، ولعله يستمر إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هناك الكثير من طلبة العلم الذين يرغبون في التتلمذ على يديكم والنهل من علمكم، وقد يكون هؤلاء خصوصا في مدينة الرياض أو غيرها، بل الكثير منهم في مدينة الرياض، والبعض يطمح إلى دروس أسبوعية أو دورية من فضيلتكم في مدينة الرياض. هل من الممكن أن تحققوا هذه الأمنية لطلبة العلم هناك؟ نعم، من الممكن أن نحقق هذا إذا كان عن طريق الهاتف. أما أني أنا أروح هناك ما هذه لائقة، الناس يأتون إلينا ونحن نذهب عنهم، ما يصير. والحمد لله الرياض ما بينه وبين عنيزها الآن إلا 3 ساعات ونص، يستطيعون اللي حريص يجي هنا أسبوع ويروح لأهله يومين ويرجعون أو يستقرون. الموجود في الرياض موجود في عنيزة والحمد لله، من جهة مواد الحياة. ما بقي إلا الغربة، مع أني أنا لا أحبذ هذا في الواقع، لا شح في العلم، أنا أود أن علمي ينتشر، لكن أنا أريد أن العلماء في الرياض أيضا يقوموا بدورهم حتى تعمر البلاد. أخوات والأخوات، كنا وإياكم طوال تلكم الدقائق الماضية في لقاء ممتع شيق لا يمل مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم. في ختام هذا اللقاء لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فضيلة الشيخ محمد على قبوله دعوة البرنامج وعلى تفضله الكريم بالإجابة على أسئلتنا واستفساراتنا، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية، وأن يمتع بعمره، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجزيه خير الجزاء على علمه وعمله، وأن يبارك له في ذلك جميعا. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم
محمد بن عبد الله المشوح.